الآن أصبحت صعبة بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك أيضا، لأن في رصيد أورلاندو بيراتس وفي الليوبار 4 نقاط، الأهلي والزمالك بنقطة واحدة. وهنا أيضا الأمر يهم الكرة المصرية بصفة عامة في هذه المنافسات الأفريقية، فهذا الترتيب لا يليق بالكرة المصرية ولا يليق بالأهلي والزمالك. فالكل في انتظار الاستفاقة الآن، لكن قبل الاستفاقة في تحليل لهذا اللقاء ولهذه الخسارة التي أعتبرها صراحة مذلة بالنسبة للأهلي على أرضية ميدانه ولو بدون جمهور. طبعا نذكر بالأهداف، والكابتن أحمد ناجي في نفس الوقت يعطينا أول انطباعاته فيما يتعلق بهذا اللقاء وبهذه الخسارة. يعني اللي يهم في هذا اللقاء هي الخسارة، هي خسارة 3 أهداف مقابل لا شيء. طبعا مش نهاية الكون إن النادي الأهلي يخسر على ملعب له بالنتيجة الثقيلة دي. خسرنا برضو من مدة طويلة من بيترو أتلتيكو على ملعبنا 4-2، وتصدرنا المجموعة وكملنا وخدنا البطولة كمان. ده اللي احنا بنتكلم فيه، لكن زي ما انت قلت النهارده في سلبيات. عادي يعني نفهم من كلامك انه مش عادي؟ سامحني، لما تقول لي الاهلي ينهزم 3 أهداف مقابل لا شيء على ارضيه ميدان كابتن احمد، حصلت قبل كده. بعدين مش معنى حصلت قبل كده مش معناها لازم دايما تحصل. اكمل. و4-2 مش 3-0. اكمل ثم مش نهايه الكون. مش نهاية الكون. إذا أنت أهلاوي، إذا سيادتك أنت أهلاوي تعتبر هذه الخسارة عادية، هذا شيء ثاني. مش لكن أنا ما قلتش عادية، ما قلتش خسارة عادية، قلت ممكن تحصل في يوم زي ده، في كوتشنج سيء، في تشكيل سيء، في ظروف سيئة كلنا طبعا متفقين عليها. قلنا من بداية المباراة إن الكثافة الهجومية مش موجودة، في لعيبة بدأت المباراة بعيدة عن الملعب، مش في الملعب، رجليها مش في الملعب. قلنا لازم نحافظ على التوازن ايا كانت المباراة. التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني فيها عشوائية كبيرة جدا، لانه كلها بقت بتعمل خلل في التوازن اللي مفروض حتى وانت خسران 1 أو 2 ما تندفعش الاندفاع ده بتشكيلات كلها هجومية ما فيش فيها. شفنا السيطرة بتاعت الفريق الجنوب افريقي مش ناتجة عن امكانياتهم هم، لا، نجع عن ان الضغط الدفاعي ما بقاش موجود، المطارده الدفاعيه ما بقتش موجوده، تنظيم الدفاع ما بقاش موجود، كله طاير على قدام، كله عايز يجيب اجوان نتيجه ان احنا خسرانين بجون واتنين وعايزين نعدل النتيجه. كل الحاجات دي بتحصل فيها سذاجه في الكوتشنج، ده طبعا واضح جدا النهارده، سذاجه في بدايه المباراه، في تشكيل الفريق، كل الحاجات دي طبعا، بلس بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها كلنا، الظروف اللي فيها البلد والحر والصيام. وانا طبعا انا مش معترف بهذه الاشياء بشكل كبير، لان النادي الاهلي لعب في الظروف دي عشرات المرات وحقق نتائج ممتازه واحسن من ممتاز. لكن انا بقول يا هشام انه مش نهايه العالم ان النادي الاهلي يخسر 3-0، خسرنا قبل كده وفي حصل استفاقه وحصل، لكنه حدث لما الاهلي ينهزم على أرضية ميدانه ب3-0، حدث كروي هام أكيد، يعني مش أي نتيجة. لا طبعا احنا قلنا مش نتيجة، يعني أي نتيجة والأهلي ينهزم 3-0 على أرضية ميدان. أنت عارف النتيجة دي ممكن تعمل إيه في جماهير النادي الأهلي العريض؟ ممكن تبقى إزاي؟ يعني أنا عايز أقول لك إن النادي الأهلي، أنا قلت لك نتيجة مباراة من 10 سنين تقريبا، كل 10 سنين أو كل فترة طويلة جدا النادي الأهلي يخسر على ملعبه بنتيجة تقيلة، لكن النهاردة احنا كان لنا دور في ان النتيجه دي تبقى تقيله. ثم ايضا زياده عن الاهلي النادي العريق والنادي القرن الى غير ذلك، هو صاحب اللقب، يعني شيء اخر، وانه الاهلي صاحب اللقب. وضعيه لما ننظر الى ترتيب هذه المجموعه نلقى اورلاندو بيراتس والليوبار في الصداره ب4 نقاط، اهلي وزمالك بنقطه واحده. هذا ايضا شيء مهم جدا ملاحظته في هذه المجموعه. انا اقول ان الخساره هذه خساره كما وصفتها انت هشام، خاصه التوصيف الاخير، مذله لانها قياسا بتاريخ النادي الاهلي، مذله قياسا بان النادي الاهلي هو صاحب اللقب كما ذكرت. لكن انا في رايي المتواضع اقول مش ممكن انه
نحل هذه المباراة بمعزل عن المباراة الأولى أمام الزمالك. وكنت معانا ومعنا الكابتن ميدو في الأستوديو، والأهلي كان مستواه كذلك مستوى متذبذب خاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني تدارك في 20 دقيقة الأخيرة أو 25 دقيقة لما حاول الزمالك أنه يحافظ على تقدمه بهدف بصفر. لذا يجب أن نشخص الآن وضعية الأهلي، أنه الأهلي ليس في أفضل حالاته أكيد. قياسا بالسنة الماضية، هذا معطى أول مهم جدا. أنت تقول لي ربما نختلف معك ونختلف معك كثير في أنه الأهلي لا يتأثر بأوضاع البلد، مستحيل. مهما يكون الأهلي منظم، ونعرفوا احنا أنه الأهلي منظم وأنه الأهلي وكأنه مؤسسة قائمة الذات في مصر. لك لحظه فقط، خلينا نكمل. الظروف دي السنه اللي فاتت وصل كاس عالم ولعب مباريات قويه جدا في كاس العالم للانديه. السنه الماضيه ماهيش ظروف مصر، ماهيش السنه هذه اصعب من السنه الماضيه، لكن كانت ظروف صعبه برضه. سامحني قلنا ولا ظروف صعبه، ثلث ولا ربع الشعب المصري. وكنا بنفتخر ان النادي الاهلي في ظل الظروف دي لعب مباريات كبيره ولعب في كاس العالم ولعب قدام كورنتيانز. كابتن احمد، ظروف السنه دي كابتن احمد راهو كلامي هذا دفاعا عن عراقه الاهلي طبعا، ولانه هذه الخساره موجعه، لأنه اليوم يكون ربع الشعب المصري راهو في الشوارع. صعيب أنك تجد اللاعبين بمعزل عن هذا الحراك اللي موجود فيه مصر وخاصة الشارع المصري. هذا اثنين. النقطة الثالثة، لما للسنة الثانية على التوالي ما عندكش دوري، يعني ما عندكش نسق. شوف أنا أكلم فيك هذه من زاوية مدرب، أنت ما عندكش نسق المباريات طبعا، لياقة المباريات ما عندكش نسق المباريات. هذا الثالث. الرابع، قياسا بالتشكيل بس أمام الزمالك حاجة إن فقط، الدوري كان شغال السنه دي، الدوري كان شغال خلينك، لكن الدوري من شهر ونص ولا شهرين شهر. توقف بس، لكن كان شغال اي شهر شويه احسن من البطوله اللي فاتت. انت مدرب، خلينا نكمل. انت مدرب وتعرف شهر شويه، هما حصتين وثلاثه ياثروا في لاعب، خلي شهر اللي يمكن فيه 20 او اكثر من 20 حصه. انا اقول لك المعطى الرابع، قياسا بتشكيل الزمالك ثلاثه تغييرات، جناوي وشهاب واحمد شكري. موافقني ولا موافقك؟ يعني الخطه هي نفسها، الاشخاص هم اللي تغيروا، الاشخاص، لكن الاشخاص بالكواليتي تغيرت. الاشخاص الثلاثه الموجودين معاي عندهم نفس اكثر هجومي تمام. ولما تعطي نفس كبير هجومي الفريقك شنو اللي يصير؟ هو عدم التوازن، يعني دفاعيا اللي احنا قلناه، يعني دفاعيا باش يتعب الفريق طبعا. والفريق اليوم اللي تقول لي الاهلي لم يسجل، لكن الاهلي حتى كان سجل اليوم هدفين ما كانش ياخذ ثلاثه نقاط، يسجل ثلاثه اهداف اليوم الاهلي ياخذ نقطه فقط. دفاع الاهلي اليوم سيء بامتياز وسيء جدا. ثم زد على ذلك، تحدثت انا في ما بين الشوطين على حسام عاشور وشهاب طبعا، ضعاف اليوم بطريقه كبيره جدا، لكانوا حاسمين في الاسناد الهجومي، لكانوا موجودين امام الدفاع لصد على الاقل الاختراقات نتاع الفريق الجنوب افريقي. شيء اخر وهو المعطى الخامس اللي ربما احنا انا وانت خاصه، لانه هشام هو مقدم الاستوديو، تفاديناه او ما تحدثناش عليه، قوه هذا الفريق صراحه. تحدثنا على الأهلي اليوم اللي خسر المباراة، لكن هناك استحقاق مهم جدا لهذا الفريق الجنوب أفريقي اللي اليوم كان جاهز، واللي اليوم مش ممكن أن نحيل الاستحقاق على أنه كان أفضل من الأهلي على جميع المستويات، بدنيا فنيا خطوط قريبة من بعض، خطوط قريبة لبعضها، وخاصة في الذكاء، لأنه فريق لما كان 1-0 ترك المبادرة الأهلي، الأهلي هاجم ثم ضرب بالهجمات المرتدة اللي جاءت على أثرها الاخطاء نتاع سواء احمد فتحي في ضربه الجزاء الثالثه، سواء ضربه الجزاء الثانيه. هو فريق خارق العاده، لا اليوم لكن اجهز، لكن انا عايز اقول لكن فريق منضبط اليوم، لكن فريق بس هل احنا كان يلعب كره من نوع السهل الممتنع؟ يعني ما شاهدناش كره كبيره، شاهدنا يمسك الكره لما كان متفوق هدفين مقابل منضبط، كان عنده ثقه في النفس، لعب كي لا يرتكب اخطاء، بدون ارتكاب اخطاء. لكن يا هشام انا بقول انه احنا لينا دور، احنا كان لينا دور كفرقه، او النادي الاهلي كان ليه دور كفرقه في انه النادي الاهلي الخطوط كلها بعيد عن بعضيها النهارده، مفيش التزام، الضغط الدفاعي البريسنج مفيش بشكل واضح. احنا اللي ادينا للفريق افضليه بسبب الشورتج الكبير اللي احنا وقعنا فيه النهارده، لانه احنا لو احنا بنلعب بتوازن وبخطوط قريبه من بعضيها، تأدية واجبات المراكز كما ينبغي، طبعا حضرتك عارف ازاي يبقى في الميل اللي في الملعب زي الباك.